اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموت، السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله، أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا عبد الله، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبة السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن اللهم تأسس أساس الظلم والجور عليكم وأهل البيت، ولعن اللهم دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن اللهم قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم، إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل
مرضاه. ولعن الله بني أمية غاطبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر ابن سعد، ولعن الله شمران، ولعن الله أمة نسرجت وألزمت وتنقبت لقتالي بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بي، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني وأن يرزقني طلب الصارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك مجيئا بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتي وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى شيعكم بريت إلى الله وإليكم منكم وتغربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة ممن أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم. إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن ناداكم
فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الطارئ مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصاب بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعزمها وأعزم رزيتها في الإسلام ففي جميع السماوات والأرض اللهم اجعل في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة لك بعد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيه صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبي صلى الله عليه وآله اللهم لنا أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعنة منك والعذاب اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقف عذاب أيام حياتي بالبراءة منكم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليكم السلام اللهم لأن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله
وعلى الأرواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرزان وعمر ابن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام.